مساء الخير. النهاردة هنقدم العيش المالتي جرين بان. المالتي جرين احنا عارفين قد ايه هو مفيد ولذيذ وممكن تعمل سندوتشات وكل حاجة. فالمقادير بتاعتنا بنستخدم 3 انواع من الدقيق: هول ويت 1 كوب، وايت فلور 1 كوب، وكوباية سيريال مالتي جرين سيريال اسمه 12 جرين سيريال. ده هنلاقيه برضو في محلات البلك اللي بيستخدم يعملوا بيه، بيضيفوا عليه لبن وحاجات كده وشبه جاهز. يعني كل اللي انا بعمله بحطه الكب دي، بحطها في كوباية ونص مية ونقعه لمدة 2 ساعة، عشان احنا عارفين العيش ما بياخدش وقت في السوى في الفرن، فلازم الحاجات دي تبقى شبه جاهزة يعني تستوي على طول. فبحطه 2 ساعة بس يتنقع. ده مكوناته اوت وبارلي وساسمي سيدز وفليكس سيدز وفي عليه كمان اللي هو الرولد اوت، كويك رولد اوت، انا ضايفة شوية كمان مزودة. فهو المكونات ديت بلس الحاجات دي، زائد جلوتين فلاور برضه هحط 2 سبون، وخميرة هحط معلقة ونص، ومعلقة ملح وزيت وعسل نحل. ابتدي الاول احط المقادير: الهول ويت، الوايت ده مش هحطه لان احنا اتفقنا هحطه، اخلي بالنا من المية. انا مجهزة شوية مية هنا اكسترا، بس انا حاطة كوباية ونص هنا مية، فبرضو اخلي بالي اما اجي احط الكمية دي ان انا احتمال اضيف مية واحتمال لا. والعسل شوية كده، دي بقى حوالي معلقة كبيرة او معلقة ونص كبيرة. والجلوتين فلاور معلقتين، اتفقنا هو ده اللي بيساعد على البتاع، بيساعد على التخمير، معلقتين والخميرة برضو ونص والملح. حطيت كل المقادير مع بعض لأنه كله هيختلط، مش هيبقى فيه مشكلة. والزيت بيبقى جاهز قدام المية، تقريبا كده العجينه خلصت. بلاحظ ان هي حصلت على مش لازقه في البوله نفسها، هي كده تقريبا خلصت. اخدها واحطها في بوله مرشوشه بالزيت واسيبها برضو تخمر، مش لازم تخمر قوي بس ترتاح، عشان انا هقطعها على طول واغطيها. يعني مثلا نص ساعة نقفل. زي ما احنا شايفين العجينة خمرت الضعف. دي تقريبا هتعمل لي حوالي من ستة لسبعة رغيفة بان. هحاول اقسمهم. يعني مثلا بعمل حاجة، البن المدور بفرده بايدي كده وبعدين ألمه كده عشان يطلع معايا مدور، بعدين ألمه كده بعدين أفرده كده عشان هو هيعلى كمان، وأحطه في الصاجة وأحاول ايه يكفي ايدي كده ايه أفرس عشان ايه أديله يسع شوية، لأن هو anyway هيعلى وهيبقى زي البن بالظبط. تاني أعمل دي، نحط البن كلها بسرعة. طريقته سهلة جدا، عارفين طبعا فايدة المالتي جرين.
والطعم كمان بيبقى لذيذ قوي. اللفه اللي انا بعملها، اللفه اللي انا بعملها دي هي اللي بتديله التدويره عشان يبقى مظبوط ومدور، اضمن ان هو مدور. نفس طريقة التخمير بتاعتي، احطه في الفرن واولع نور الفرن واسيبه لمدة مثلا لحد ما اشوفه يعلى مرتين، وكده انا مولع الفرن واسيبه لمدة مثلا ساعة او ساعة ونص، وممكن اقل من كده حسب جو البيت نفسه. اوكي كده انا نشوف. زي ما احنا شايفين العيش خمر. واو هرشه بزيت خفيف كده من فوق عشان ايه يحمر، حاجه بسيطه كده. ممكن ادهنه بسمنه لو عايزين او بتر. هعمل بيك درجه حراره 410 فارنهايت اول ستارت، والتايم حوالي مثلا خلينا فيرست 18 دقيقه ستارت، واحطه في الفرن. برضو زي ما اتفقنا الشلف التاني هو ده اللي جه، واسيبه لمده 18 دقيقه. احسك ان كده العيش خلاص خلص، وش احمر تقريبا 20 minutes، يعني يحتاج اكسترا 2 minutes زي ما احنا شايفين اهو. طري وجميل، طعمه طبعا لذيذ، طري وحلو قوي قوي قوي. بتعمل سندوتشات ومفيد كمان جدا. اشكركم جدا والى اللقاء في حلقة قادمة. باي باي.